أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم معانقة الزوجة أثناء الطواف حول الكعبة؟ لا يجوز هذا، طواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة، إلا أنه يباح فيه الكلام فقط، لا يجوز أنه يعانق زوجته. وكيف يعانق زوجته أمام الناس؟ في محاذير وفي شر، يعني لو ما في المطاف إلا هو زوجته ما يجوز له يعانقها، فكيف إذا كان المطاف رجال وفيه؟ هذا قلة حياء وقلة خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.